يا دكتور اسال انه في امهات بتعتمد تقول ايه ما دام الطفل بيرضع، خاصه رضاعه طبيعيه، هو مش بحاجه ان هو يعني اشربه ميه. في امهات ما بتشربش ميه الا بعد مرور السنه الاولى. هقول لحضرتك، هو ده طبعا فكر متاح او عند الامهات كلها، صح؟ والفكر ده صح نسبيا، بالذات في اول شهر او اتنين، ولو الطفل ما بيتحركش خارج المنزل. يعني ممكن مش هيتحرك، مش هيعرق، مش هيطلع. هيعرق طبعا في اول شهرين. يعني حاليا انت حضرتك عارفه تركيبه اللبن 55% ميه وال 45% مواد اخرى. فاول شهر او اتنين ممكن نتجاوز شويه لو الطفل قاعد في مكان مكيف، مكان هاوي، في اول شهر او اتنين. لكن لو هو قاعد في مكان حار طبيعي، في صحراء، في ارياف، في مناطق حاره، لابد نديله ميه، بس ليها اشتراطاتها. ان احنا في الطفل الصغير ده نديله ميه على الاقل ما تكونش ملوثه، ميه نظيفه ما تجيبلوش الامراض. فلازم نديله كميات حتى لو 5 سم كل 3 4 ساعات او 10 سم حسب الى حد ما احتياج الطفل. لكن هو فعلا اللبن كنا زمان بنقول الرضاعه المطلقه، احنا بنرضع بس لحد 6 اشهر. مع الطقس الحار دلوقتي ما نقدرش نقول الكلام ده صحيح 100%، لان الطفل فعلا بيحتاج بعض السوائل او الميه مع الرضاعه الطبيعيه. كويس ان احنا يعني شرحنا النقطه دي، لانها نقطه عليها تساؤلات كتير جدا. طب حياتك بتقول ان الميه لازم ليها اشتراطات معينه، وان الميه لازم تبقى معقمه ونظيفه. طيب لو انا يعني قاعده في مكان في الريف وما عنديش امكانيات ان انا اشتري ميه معدنيه، فبالتالي انا هشربه اكيد من الميه الموجوده عندي في الحنفيه. تمام. هل في قواعد معينه لازم اتبعها عشان الميه دي ما تعملوش مشاكل؟ اكيد حضرتك، اولا تكون يعني معبأه بآلات نظيفه، باواني نظيفه، حاجه اولا ان انا احط فيها الميه دي. طبعا احنا في الريف، اخواننا في الريف وفي الصعيد، بكوبايات وحاجات. احنا ممكن لو المية مش متأكدين من سلامتها 100% ممكن نغليها ونسيبها تبرد خالص ونديها للطفل. كده احنا اتأكدنا ان احنا قتلنا معظم البكتيريا اللي ممكن التسخين يموتها. طبعا نجيبها من مصادر الى حد ما امنة، ما نجيبش من اماكن المية راكدة فيها مية شكلها وحش. طبعا المية لازم تكون ملهاش لون ولا طعم ولا ريحة. ما اقدرش اجيب مية في الريف من مكان المية لونها مغير وشكلها معكر ووحشة ودي للطفل. لابد ان انا حتى لو ميه حنفيه وشم ريحتها وحشه او لونها مغير، يبقى انا ابتدي افكر ان انا افلتر هذه الميه باي جهاز، او على الاقل اركنها ساعات كافيه بحيث ان يحصل ترسبات للبكتيريا والميكروبات المتواجده، او اغليها باي وسيله غليان. عندنا الخشب والحاجات والاجهزه اللي عندنا دي، انا بنصح الامهات في الريف والصعيد. لا، الامهات هتعرف تتصرف يا دكتور. كويس قوي، لان الام المصريه ما شاء الله واعيه. أكيد. وعندها يعني كتير من الخبرات والتضحيات كمان، فممكن يعني تعمل اي حاجه عشان ابنها يشرب اكيد ميه كويسه. ده حقيقي.